نسق مع إسرائيل وعذب الفلسطينيين، ثم حارب الثورات العربية بأموال إماراتية. قصة دحلان الكاملة من أقبية التنسيق إلى قصور المؤامرات. فلسطيني الجنسية، بدأ حياته السياسية في ثمانينيات القرن الماضي عندما شارك بتأسيس الشبيبة الفتحاوية. سجنته إسرائيل 5 أعوام ثم أطلقت سراحه عام 1986. وصل تونس حيث اجتمع بياسر عرفات زعيم منظمة التحرير الفلسطينية ونال ثقته ليبدأ عهد الصعود الكبير. بعد توقيع اتفاقية أوسلو عام 1993 واستلام السلطة الفلسطينية حكم قطاع غزة وبعض أجزاء من الضفة الغربية، أصبح دحلان بأمر من عرفات رئيساً لجهاز الأمن الوقائي المختص بقمع حركات المقاومة الداخلية التي من شأنها تعطيل التفاهمات مع الإسرائيليين. ومع تصاعد القمع منتصف التسعينيات، بدأت تلحق بدحلان اتهامات حول عمله وكيلاً لجيش الاحتلال في الأراضي الفلسطينية، وتشكلت حلقة البداية في تاريخ الكراهية بين حركة حماس من جهة ودحلان ومعاونيه من جهة أخرى. فرقة الموت. يتهم دحلان بتأسيسها، مهمتها قمع مناوئي السلطة الفلسطينية. يعتقد أن قوامها يتكون من مجرمين ذوي محكوميات عالية، وتطالها اتهامات بتنفيذ عمليات سرية لصالح إسرائيل، مثل اغتيال القيادي في حماس محمود المبحوح بدبي عام 2010. ثروة المعبر. كون دحلان ثروة شخصية تقدر ب 120 مليون دولار عام 2005، مستغلا إدارته سيئة السمعة للمعابر بين إسرائيل وقطاع غزة. بديل جديد. بعد رفض عرفات تعيينه وزيرا للداخلية، استقال دحلان من منصبه في الأمن الوقائي عام 2002، وبدأ التسويق لنفسه بديلا عن صديقه القديم. وفي فترة الحصار الإسرائيلي على عرفات، تزعم دحلان ما يعرف بعصابة الخمسة للإطاحة بياسر عرفات، لكنه فشل في تحقيق مآربه. لم تنتهي حياته السياسية بالمؤامرة تلك، فقد أصبح وزيرا للشؤون الأمنية عام 2003، ثم وزيرا للشؤون المدنية بعد وفاة عرفات عام 2004. رأس عصابة في حرب أهلية. قاد دحلان الهارب في أوروبا حملات قمع كبيرة بحق أفراد حركة حماس بعد فوزها عام 2006 بانتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني. حرب أهلية حقيقية لم تنتهي إلا بفرض حماس سيطرتها العسكرية على كامل قطاع غزة عام 2007. الصراع مع أبو مازن. عاد دحلان إلى الضفة الغربية عام 2008 ليقود مؤامرة جديدة، هذه المرة ضد الرئيس محمود عباس، لكن معركته انتهت بهروبه بعد أن غمره عباس بتهم الفساد والرشوة واتهمه بقتل عرفات نفسه. مبعوث الإمارات لمكافحة الثورات. بعد فراره من محمود عباس، اتجه دحلان إلى الإمارات التي أصبح فيها مستشارا أمنيا لدى ولي العهد محمد بن زايد، وجمعتهما قضية واحدة، لا لصعود الإسلام السياسي ولا لانتصار الثورات العربية. كل من يستخدم الدين لمصلحة السياسة هو إرهابي مفترض. ساهم دحلان بالتخطيط للانقلاب العسكري في مصر عام 2013، ودعم الثورة المضادة بقيادة خليفة حفتر في ليبيا، وتتهم تركيا الإمارات بتوفير 3 مليارات دولار لتمويل الحركة الانقلابية فيها عام 2016. يرجعونا أردوغان هذا يعلمنا اللي طلع فاسد وحرامي وسرسري. صربيا ضمن الخارطة. هروب دحلان المتواصل خارج فلسطين ساعده على تكوين شبكة علاقات قوية في أوروبا الشرقية، وخصوصا في صربيا التي يرأس وزراءها صديقه ألكسندر فوسيتش. استغل دحلان هذه الصداقة لتحسين علاقات صربيا بالإمارات، اتفاقيات بمليارات الدولارات قوامها استثمارات اقتصادية وصفقات أسلحة ضخمة ستوجه لدعم أجندة الإمارات العسكرية في ليبيا واليمن ومصر. العودة إلى غزة. في اللحظة التي يحاصر بها القطاع من الجانبين الإسرائيلي والمصري، وبينما ترفض حماس التفاوض مع إسرائيل، سيكون أمام حماس خيار التفاوض مع مصر فقط. وبوابة مصر الآن هي دحلان، فهو عراب انقلابها عام 2013، وفي سجله مشاركة بمفاوضات سد النهضة حتى عام 2015. ولتكتمل الخيوط، تجري مفاوضات سرية بين الحركة وبين غريمها التاريخي،
المفاوضات تدعمها الدول العربية الأقوى حاليا، ومؤشراتها الأولية تقول دحلان قد يعود رأسا للسلطة الفلسطينية بمباركة أمريكية وإسرائيلية، والأموال الإماراتية جاهزة عند الطلب، ما قد يعني خاتمة للصراع الفلسطيني بشكله الراهن، وتغييرا في مفردات الصراع مع إسرائيل قد يمكن التنبؤ بها من خلال رحلة قصيرة في سيرة الرجل الذي خرج من أوكار التنسيق إلى مؤامرات القصور ويستعد لفعل أي شيء لحكم الأراضي الفلسطينية. فهل نرى دحلان رئيسا أم أن الأيام المقبلة تخبئ أسرارا لم تكشفها بعد؟